قبل ذلك الامين الاقليمي الحالي مازال ماشي سابق، دابا يولي سابق شويه وغادي يولي سابق الا ما ترشحش، لما ازداه من خدمات ومن بعض المرات تحت الضغط، بعض المرات يقدر يكون معصب، وحتى انا غادي كتوقع لي لا صدر مني شي سلوك ولا شي حاجه كنعتذر للجميع، لان حنا بشر بعض المرات تقدر ما تجاوبش في شي تليفون، تقدر تكون في شي اجتماع، تقدر كذا، اعتذر الا كان صدر شي حاجه ماشي هذيك، وباسمي ايضا اعتذر نيابه عنه الا كان شي مره في شي حاله ما جاوبش في شي تليفون ولا غوت، واخا الغوت ديالو زويون هو ماشي شي غوت ديالو خايب، ولكن راني دايما كنقول شكرا له ولفريق العمل اللي كان جنبو كيشتغل نساء ورجالا شبابا وكهولا وحتى شيوخا، وان كان شيوخا النقلة. واطلب من المؤتمرات والمؤتمرين الراغبات او الراغبين في تحمل مسؤوليه الامانه الاقليميه بعض الشكر ديالنا جميع لما قدمه الاخوان اللي سبقونا، سبقون ان باب الترشيح مفتوح من مرشح او مرشحه لمهمه الامين الاقليمي او الامينه الاقليميه، الامين الاقليمي او الامينه الاقليميه، الباب مفتوح ترشح ولا ترشحكم انا ممكن اسلم بغيت نرشح راه بالنسبه لي عاوتاني اخر ينافس او تنافس الاخ زكريا واحد هل هناك مرشح او مرشحه اخرى؟ هل هناك مرشح او مرشحه اخرى؟ بلاتي والله استقبل دوزو بالتصفيق بلاتي بنو الناس شكرا زكريا للأمانة مسؤولية أبي الإقليمي، هل من يصوت ضد زكريا؟ أكون واضحي لا واحد، هل هناك من ممتنع؟ هل هناك من ممتنع؟ واحد، أهنئ الأخ زكريا بن الناس على هذه المحطة التنظيمية بفوزه بثقة المؤتمرات والمؤتمرين، كما أتمنى أن تشتغلوا معه لخدمة حزبنا على المستوى الوطني وطبعا من خلال مملنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الأمين الجاوي أخ محمد الجيرة، سيد النائب البرلماني أخ جواد الشامي، سادة الأمناء المحليين، مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، أنا سعيد اليوم بانتخابي أمينا إقليميا لحزب أصالة والمعاصرة بن كناس. صراحة المسؤولية جد صعبة، ولكن اليوم جميع مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة هم أمناء إقليميين معنا، لأننا سنشتغل جميعا كأسرة واحدة من أجل استكمال العمل الكبير الذي قام به الحزب خلال هذه المرحلة، وكان لي الشرف المساهمة فيه. لن أطيل عليكم اليوم، ولكن أقول لكم بأننا سنعمل جميعا على البناء التنظيمي للحزب على المستوى الإقليمي بمدينة كناس، بإقليم كناس، وكذلك المنتديات الموازية للحزب، منظمة الشباب، منظمة النساء وجميع المنتديات الأخرى، وسنعمل جميعا على وضع برنامج تشاركي عملي فعال من أجل الترافع على قضايا المواطنات والمواطنين ومشاكلهم بإقليمنا. شكرا لكم جميعا على نضالية، لكل المناضلين والمناضلات لحزبنا العتيد حزب الأصالة والمعاصرة، وشكرا للصحافتين اللي كانت حاضرة معنا، شكرا.
شكرا سي زكريا، سوف تجد كل الدعم والمساندة من الأمانة الجهوية ومن برلماني الحزب على المستوى الجهة، وطبعا ثقة هؤلاء المناضلات والمناضلين، هؤلاء المؤتمرين والمؤتمرات غالية، فهي في عنقك أمانة، فلتؤدي الأمانة كما أتمنت. الله يوفقك وحنا معك. شكرا. منافسة تخرج من القاعة، غادي ناخذها ونديرو فيها انتخابات. الديمقراطية هي اللي غنعملو بها، لا شيء غير الديمقراطية. إذن النائب الأول الذي قدمه للأخ بن الناس، النائب الأول لا أعطاني نائبة، النائبة الأولى اللي أعطاني ماشي نائبة، هي الأخت فاطمة الزهراء الغيوان، في رضا الله فاطمة. تفضل. النائب الثاني اللي أعطاني ولا النائبة، أنا أقرأ، لا أعطاني نائب، نائب الأول هو سيدريس بخلو، فين راه سيدريس؟ تفضل سيدريس. أطلب من القاعة أن تصوت على النائبة الأولى والنائب الثاني للأخ الأمين الإقليمي، المصوتون بنعم. المصوتون بلا، واش كاين شي واحد كيصوت بلا على النائبة الأولى والنائب الثاني؟ الممتنعون ما مع مضيق، واحد واحد، جوج الممتنعين، مزيان، جوج، ثلاثة، أربعة، أربعة الممتنعون، شكرا. الآن باش ملي يمشي يدير شي امانه محليه ما يقوليش التعيين، سنساليو شي حاجه التعيين في هاد البلاد، ما يمكنش في الحزب ديالنا نسمحو شي حاجه سميتها التعيين، الا كانت شي ضروره استثنائيه وقعت شي حاجه خص نعينو باش ما نتسناوش نجمعو الناس عاد في هادشي اللي وقع في كورونا مثلا. الان كنطلب من سي بن الناس زكريا يعطيني اللائحه، اعطيها لي دار النائب، اللائحة ديال الإخوة والأخوات اللي غادي يكونوا معاه في الأمانة الإقليمية. طبعا هاد اللائحة خاصها تراعي ما يلي، تراعي تمثيلية، تراعي مكناس راها كبيرة، مدينة مكناس راها بزاف، مدينة مكناس راها كبيرة، وأنا متيقن بأنه باش جمعت أمتي على ضلالها، قريت شي شوية هادشي، بان لي بأن الإخوان تذكروا بيناتهم. وهذه السنه ديال التشاركيه، فعلا كنشاركوا فيه وكنخرجوه وكندافعوا عليه، قد لا يرضي الجميع ولكن عندك ما تزيد عندك ما تنقص. شكرا. اذا اللائحه اللي قدمها لي السي زكريا هي بالشكل التالي: سي نور الدين بورصه، فين راه؟ شكرا. سي فيصل